عليكم اصدقائي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم لاباس وبخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. الفيديو ديال هذا النهار فيه واحد الموضوع اللي مهم بزاف للمربيين القطط، بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعلموا قطيطاتهم الطواليت اولا المرحاض، وكيبغيو يتخلصوا من صندوق الفضلات، اولا يلا كيجيبوا القطيطات وكيبغيو يعلموهم ديريكت الطواليت، يعني ما كيبغيوش يديروا لهم صندوق الفضلات. غادي نناقش معكم هاد المواضيع بجوج بيهم، يعني كيفاش نعلموا القط ديريكت الطواليت وكيفاش ننتقلوا من صندوق الفضلات للطواليت، هما راه بجوج بيهم ساهلين، خاصنا غير شويه ديال الخاطر في الايام الاولى وكل شيء غيمشي مزيان ان شاء الله. نبداو على بركه الله في الموضوع ديالنا ونبداو بكيفاش ننتقلوا من صندوق الفضلات للطواليت. اذا كان عندنا القطيط ديالنا متعود على صندوق الفضلات وبغينا نحيدوه ليه لسبب او لاخر، ربما الغلاء المصاريف وحنايا عندنا ماشي قطيط واحد، عندنا بزاف ديال القطيطات، اولا كاين الناس اللي ما كيبغيوهش حيتاش كيدير الريحه، يعني كيبغيوه يدخل الطواليت باش يبقاو يغسلو كل شويه. من الاحسن، انا كتعجبني الطواليت وقطيطاتي معلماهم الطواليت، كنت دايره لهم قبل صندوق الفضلات ولكن دابا حيدت لهم بصفه نهائيه، كيدخلوا نيشان للطواليت. الطريقه هي فاش كنكونوا القطيطات مولفين صندوق الفضلات، كنشدوا هذاك الصندوق، كنكونوا دايرينه في البالكون او لوسط الدار او في اي بلاصه، كنبقاو نكحزوه بشويه بشويه، كل نهار كنزيدو نكحزوه شويه، كل نهار كنزيدو نكحزوه حتى كندخلوه ليهم الوسط الطواليت، كنحطوه في البلاصه اللي بغيناهم يبقاو يديروا فيها لي بوزوان ديالهم، وكنخليوه تما تقريبا اسبوع في نفس البلاصه وسط الطواليت. ومن بعد كنحيدو هذاك الصندوق، صندوق الفضلات كنحيدوه وكنجيبو شويه د الرمله اولا داكشي اللي كنستعملو ليهم وسط من صندوق الفضلات، كنجيبو منه شويه وكنحطوه في نفس البلاصه ديال الصندوق، الصندوق كنحيدوه وكنحطو بلاصتو غير الرمله اولا النجاره اولا داكشي اللي كنستعملو حنايا، وديك الساعات القطيطات كيجيو لبلاصه الصندوق وما كيلقاوهش، وكيلقاو ديك الماده اللي هما كيستعملو، يعني رمله اولا نجاره اولا تراب، وكيقضاو فيها الغرض حيتاش هما بالنسبه ليهم هذيك الماده راها مألوفه ليهم وهي اللي كيديروا فيها الفضلات ديالهم، وبالتالي راه كيفهموا تلقائيا ان راه تما غادي يديروا الفضلات ديالهم وكيديروهم تما. ومن بعد كنبقاو نحيدو هذيك الرمله ملي كتوسخ وكنعاودو نديرو رمله جديده لمده 3 ايام، وحنا كنغيرو الرمله بدون صندوق، كنحيدو ديك الرمله اللي داروا فيها الفضلات وكنعاودو نحطو لهم رمله جديده في نفس المكان حتى كيتعودوا انهم يمشيو لنفس البلاصه لمده 3 ايام. من بعد كنحيدو هذيك الرمله بصفه نهائيه وراهم كيبقاو يمشيو لنفس البلاصه ما كيبدلوهاش نهائيا. ولنفرض ان القط ديالنا مثلا خرج على الطبيعه ديالو ودار الفضلات ديالو في شي بلاصه في المنزل وحنا ما بغيناهش يديرها في هذيك البلاصه، كنهزوا الفضلات ديالو بشي بالا اولا شي حاجه وكنحطوهم كنديوهم لهذيك البلاصه في الطواليت وكنحطوهم تما، وكنجيبوا القط وكننشموا ليه نيفو في هذيك البلاصه، ماشي كندخلوا ليه الفضلات في نيفو لا، غير كنحاولوا اننا نخليوه يشم وكنغوتو عليه، كنقولوا ليه هنايا بقى دير لي بوزوان ديالك، راهم كيفهموا غير غوت عليه وراه غادي يفهم وغادي يبقى يمشي حتى لتما ويدير الفضلات ديالو. وهكا غادي نكونوا انتقلنا من صندوق الفضلات للطواليت اللي هي عمليه وسهله وغير مكلفه. ودابا ندوزو اصدقائي الفاش كنجيبو قط اول مره وكنبغيو نعلموه الطواليت نيشان، ما كنبغيوش نديرو له صندوق الفضلات. فاش كنجيبو شي قطيط اول مره غالبا كيكون صغيور، هذاك القطيط اون فوا كنعطيوه ياكل حيتاش القطط والكلاب عاده ما كيديروا الفضلات ديالهم وراء كل وجبه، هذه غالبا القطط والكلاب بجوج بهم، يعني فاش كنجيبو هذاك القطيط اون فوا كنعطيوه ياكل
راه كنشدوه وكندخلوه للطواليط وكنسدو عليه حتى كيدير الفضلات ديالو، عاده كنحلو عليه عاوتاني اليوم الثاني او لا في الليل غير كياكل كنهزوه وكندخلوه للطواليط وكنسدو عليه الباب وكنخليوه حتى كيدير الفضلات ديالو عاد كيخرج، باش هكا كتكون عنده داك الفكره ديال انه خاصو ياكل ويدخل للطواليط يدير الفضلات ديالو عاد يخرج صافي. هما غير كيديروا الفضلات او لا بيبي في شي بلاصه راه كيبقاو عاقلين عليها، كيبقاو كيمشيو بوحدهم لهذيك البلاصه بلا ما تحتاج توريها لهم. صافي كنكرروا هذه العمليه لمده 3 ايام ونديروا محاوله نشوفوا واش داك القطيط راه فهم انه يدخل الطواليط بوحدو، وغالبا 3 ايام كيكون راه عرف الطواليط وكيبقى يدخل ليها بوحدو، وهكا غادي نكونوا علمناه انه يدخل الطواليط بدون صندوق فضلات. وكنتمنى اصدقائي يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، حيت راه ساهل باش تعلم القطيطات الطواليط، خاصك غير شويه ديال الخاطر وتعرف كيفاش تتعامل معهم، وراه دغيا كيتعلموا حيت هما ما شاء الله راه ذكيين بزاف بزاف. وبسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.